السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، ولا فهم إلا ما فهمتنا، فأنت الجواد الكريم. أسألك ربي بموجبات كلماتك أن تشرح لي صدري ويفقه عقدة من لساني يفقه بقولي ويسر لي أمري، فأنت المولى والقادر على ذلك. أحبابي إخواني في الله، السلام عليكم. إن شاء الله بتوفيق من الله قدرت على انني نتوفق انني نبدا اول كور في هذاك الشيء اللي وعدتكم به. كيف ما قلت لكم على ان غتكون مفاجاه كبيره، على انه باش غادي نبدا واحد الكور من نوع اخر، يعني عالم اخر، اللي هو العالم ديال لي سيرفيونس ديال الكاميرا، اللي غنقولوا ليه على انه تيرم تكنيك سي سي تي في. اوكي، قبل ما نبدا الكور مقدم من طرف اخوكم ابو نيس. الباج ديال الفيسبوك ديالنا www.facebook.com/future.taken.01. اوكي، جيمال سي دي كيسيون الى ما تفهمش الكور او لا على انه كاين شي مداخلات، مرحبا. ما يعني هاد كيف ما تنقولها ديما، هاد لي كور ديالي انا ماشي فابور، ماشي فابور، لانه مش ما نتخلصش ما ناخذش فلوس، وما جزائي الا من عند ربي ان شاء الله. اي واحد قدر على انه يعني يشوف الكور ويستفد منه بزاف وينفعه في الخدمه، لان بزاف انا هذه لقيتها في الخدمه، يعني كنت عندي يعني مفاجاه، يعني كنت غادي تكون خدام في الريزو تلقى حاجه اخرى، كان لي انني ناخذ اوتو فورماسيون، يعني كان يعني خديتها براسي، يعني قلبت على الانفورماسيون على العالم الاخر ديال الشغليونز ديال الكاميرا. هو ساهل بزاف واحتيرا فيه بزاف. كيفاش ساهل بزاف؟ ما فيش تعقدات بزاف، في يعني لي زيتاب ديالو ساهل، انك باش انستالي واحد الريزو، ماشي ريزو، يعني واحد البلاصه ديال الكاميرات ودير ليها لا جيستيون، سي تري 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 فاسيل، مي ا كونديسيون يكون داك الشيء بروفيسيونيل، حيت تري 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 فاسيل ولكن ما تيكونش باحترافيه. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نبدا ندير اول كور في سميتو، غنحاول ندير يعني غندير كور كا ندير فورماسيون كامله في سي سي تي في، يعني كل المعلومات ان شاء الله اللي كاين عندي غنعطيهم. نرجع للنقطه، لانه هاد لي كور ماشي فابور، يعني عندهم ثمن، والثمن ديالهم راكم عارفينه، لان اي واحد شاف كور يشكر الله سبحانه وتعالى على ان وفقني اولا لدائي بهذا، وان وفقه هو اصلا لانه التقى بهاد الفورماسيون، وإلى لقى على انه الى يشد هذا الكور. انا ما عنديش طابع التوزيع، داك الشيء ما خارج منه انا اصلا، مرحبا نقدر نعطيك الكور ديالي، نقدر نعطيك الديابو ديالي، نقدر نعطيك كلشي ديال الخدمه به، غير انه يكون الاستفاده اكثر للاخوان المسلمين. يشرح بحاله، يدير بحاله، سي ميو. الى كان بغى حتى شي دي كونساي مرحبا. اوكي، لو بلون ديال الكور ديالنا غادي يكون كالتالي. غادي تكون واحد انترودكشن في السي سي تي في، غادي نشوفوا لانفراستركتور ديال السي سي تي في. اوكي، غادي نشوفوا الكاميرا تايبس، نشوفوا لي تشيب ديال الكاميرا، حيت الكاميرا فيهم لي تشيب. غادي نشوفوا كيفاش الكاميرا تاخذ ليماج، كيفاش تكابتوري ليماج، واي كاميرا كابتشر ليماج، ونشوفوا لي كاركتيرستيك ديال الكاميرا. يعني انا اللي بغيت نمشي نشري واحد الكاميرا، يعني بحال تنقولوا سميتهم المعايير او الخصائص اللي غادي نعتمد باش نشري الكاميرا. وفي الاخير غنديروا واحد الشيما جينيرال ديال سي سي تي في، يعني كيف ما شفنا في الريزو كيفاش تكون الشيما مثلا ديال السويتشين او ديال الروتاج الى غير ذلك، غنشوفوا حتى الشيما كيفاش تكون جينيرال باش تكون واحد في جينيرال. وفي الاخير غنشوفوا دي زيماج على لي كومبوننت، يعني لي بيريفيريك ديال هاد لومون ديال سي سي تي في. كلمه سي سي تي في سي تادير لابريفياسيون ديالها كلوزد سيركويت تيليفزيون، يعني الدوائر المغلقه التلفزيونيه، الدوائر اللي بغينا نترجموها بالعربيه، الدوائر المغلقه التلفزيونيه، سي كوم صح بحال هكا. اوكي، سي سي تي في سي تادير كلوزد سيركويت
تلفزيون، يعني كاين واحد الدوائر مغلقه تلفزيونيه. غنشرح لكم كيفاش هادشي كامل. اذا بغيت نشرح لكم هادشي كامل خاصني نقول لكم بعدا كاين علاش نهضروا، خاصني نضعكم في الصوره كيفاش هادشي. اوكي، الانفراستركتور ديال السي سي تي في تكون بحال هكا، تيكون عندنا واحد لو بيريفيريك، وتيكون هذاك البيريفيريك لاصقين فيه افيك دي كابل لاصقين فيه الكاميرات، وهذاك لو بيريفيريك يعني سنترال بحال تنقولوا، بحال غنقولوا حنا ماشي سي با سا كوم ان سيرفر، ولكن واحد البيريفيريك سنتراليزي وتيكونوا لاصقين فيه الكاميرات. هذاك لو بيريفيريك نسميوه دي في ار او الان في ار. لو دي في ار، لو دي في ار هو اللي خدامين دابا بالبلي بار، ما بقاش الان في ار. علاش؟ واي ديفرنت بيتوين دي في ار و يعني هاو تو ديفرنت، هاو تو ديفرنت بيتوين دي في ار والان في ار. دي في ار، الان في ار غنكون بحالاش. الان في ار كان الا كنت تفرجوا في الافلام بعض المرات تشوف شي واحد انه تيجبد واحد الكاسيطه كحله من واحد 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 لو بيريفيري. الان في ار كان بحال واحد، ناخذ شي حاجه باش نشرح بها باش تكون الصوره اوضح. الان في ار كان بحال هكذا، بحال دي في ار نيت، مي هو تعتمد على شي حاجه ماشي لي كاسيت. اوكي، تيكونوا لي كاسيت تخشوا فيه هنا، هذيك لي كاسيت اللي تخشوا فيه هنا كوم دي ميموار بوغ بوغ ستوكي لي لي زيماج، باش نقدر لي فيديو باش نقدر نرجع ليهم. اوكي، كان كاسيت ما بقاتش هذه دابا، ولينا نعتمدوا على شي حاجه، ولينا نحطوا هنا نعتمدوا على الديسك دور، كنسميها دي في ار، سي تادير ديجيتال فيديو ريكوردر، شي حاجه ديجيتال ما بقاتش شي حاجه انالوج، شي حاجه قديمه. اوكي، سي سي تي في كيفاش عندنا الانفراستركتور ديال السي سي تي في؟ تيكون واحد دي في ار تنسميو دي في ار. دي في ار ماشي دي في ار غير هو لو نون، لو نون جينيرال ديال البيريفيريك، اما تا هو فيه لي تشيب، فيه لي تشيب بزاف، كاين لي تشيب بزاف اللي كاينين فيه، الهاكين هيكن فيزيون على ما ادور، كاين الكيهان، كاين بزاف اللي تيب ديالو. الا بغيت نجيب لكم واحد الكاتالوج ونعرضو لكم، نوريكم الكاتالوج اللي كاين ديال لي دي في ار، ماشي مشكل، نفس الكونسيبت الكونتكست، نفس كل شيء، تيختلف غير في يعني في الانترفاس ديال الكونفيغوراسيون ديالو. هادي فين غنلقاها وهادي فين غنلقاها، سي فاسيل دابا، مي لوجيك عندهم لوجيك واحد. اوكي، قلت لكم على ان تلقاو عندنا دي في ار ولاصقين في سميتو دي في ار كوم ان سويتش. الا بغيت نقربكم الصوره، كوم ان سويتش، غتقولي واش يدير نفس الخدمه السويتش؟ سي با سا، ولكن غير بحالو، حتى هو تتلقى فيه 4 بور، تتلقى فيه 8 بور، تتلقى فيه 16 بور 32 الى غير ذلك، يعني بحال السويتش لي بور ديالو. هنا تتلقاو، هنا انا خديت ليكزومبل ديال 4 بور، تيكون فيه 4 بور، هذا بور وتيكون فيه بور هنا وبور هنا وبور هنا. اوكي، غادي نوريكم ليماج ديال دي في ار، ها كوم سا، هو دا دي في ار، يعني هنا هذا ديال ويت ديال وي بور، هنا هادو هما لي بور اللي تخشاو فيهم، اللي تخشاو فيهم الكاميرات، هما هادو لي بور تخشاو فيهم الكاميرات. هذا سي واحد الفيجيا، الفيجيا باش اننا نديرو مع واحد المونيتور، يعني واحد ليكرون، هذه الفيجي ديال ليكرون باش انه يبان لينا سميتو. هذا الكيبل لان، يعني لهنا تنخشيو في الكابل ديال الاو تي بي، يعني هنا تنخشيو الار جي 45. هادو سي سون دي بور ديال اليو سي اليو اس بي. اوكي، هذا بور ديال الباور، يعني ديال الالكتريسيتي، وهذا خلاص، هذا باش سويتش اون سويتش اوف، يعني نشعل ونطفي. هذا هو يعني الدي في ار من اللور. هذا كاين اللي تلقى فيه 6، كاين اللي تلقى فيه 4، كل واحد وشحال فيه. اوكي، هذه هي الواجهه ديالهم من برا، وتيكونوا هنا لاصقين فيه الكاميرات باش نوضعكم في الصوره. هنا تيكونوا لاصقين، هنا تيكونوا لاصقين الكاميرات. اوكي، هادو هما لي بيريفيك اللي تنخدموا. هذا كابل، كابل لو تشيب ديالو ماشي اي تي بي، هذا كوكسيال كابل، هو داك ديال البارابور، ديال البارابور
بحالو نفسه كوكس يركب الواده ديال التلفزيون ديال لي بارابور، هو داك هو دا ديال كوكسيل كيبل. اوكي هنا في الكاميرات في الوسط ديالهم تلقى واحد ايميج سنسور، يعني حساس الصوره، هذا تسميه ايميج سنسور. سيتادير هاد ايميج سنسور الى شاف واحد لو موفمون قدام الكاميرا، يعني تي كابتوري ليماج ديالو، هذا تيخدم مع لو موفمون ديال الكاميرا، يعني كاين واحد لايت، يعني كاين واحد لايت، يعني الى كانت واحد موفمون كاين واحد لايت، يعني ستادير اكستودير لايت، يعني وات دو يو مين لايت، يعني الضوء. اوكي الضوء، يعني الى كان واحد الضوء غادي قدام الكاميرا تي تتقبط الكاميرا هذاك الضوء، كوم ان تتسلط عليك الضوء، هذاك الضوء تيمشي لواحد نسميوه شكون اللي تيقبطوا لواحد ايميج سنسور، يعني حساس الضوء. اوكي نكتبوا هنا بالعربيه حساس الضوء، هذاك حساس الضوء، هذاك هو اللي تيكابتشر لنا الايماج. احنا نشوفوا كيفاش تيكابتشر الايماج، واش غنرجعوا للدروس ديال التاسع اللي قريتو كشي ديال العدسات الى غير ذلك. اوكي الكاميرا شنو تدير لنا؟ الكاميرا الهم الواحد ديالها الكاميرا تكونفيرتي لنا الفيديو لايت تو فولتيج، يعني تشد لنا يعني الضوء وتتحول لنا شي حاجه فولتيج، يعني فولتاج، هذاك الفولتاج يعني صغير، يعني القياس ديال التوتر ديالو صغير بزاف، فيري لو، تنسميو لو كارنت، يعني سيتادير لو كارنت يعني التيار الخفيف، التيار الخفيف سي سا لو كارنت، سيتادير التيار بالعربيه راه تنعرفك شي مزيان، التيار الخفيف ما عنديش اشكال، التيار تنزرب بعدين شويه، التيار الخفيف. اوكي لو كارنت يعني الكاميرا تتشد لينا لايت، تتشد لينا الفيديو، تتشد لينا الضوء تتحولوا لينا، كيفاش تحولوا انا غنشوف معكم، باش ندخل في التفاصيل في الاول، تتشد لينا الضوء وتتحولوا لينا الفولتيج، يعني فيري لا فيري لو، يعني صغير بزاف تنسميوه لو كارنت. هاد الدفائر في الوسط ديالو راه ما غتلقاو لا سوفتوير لا حتى شي حاجه، في بحالو نقول لكم شي اللي ما عمر حل بار، يعني لهذاك هذيك الكونستانت خط البيريفيريك ديال شنو تسميو ديال البارابور اللي تنستاليو في الداخل عندنا، جو سي با سميت السميه ديالو ديزول الله، شنو تسميو هذاك اللي فوالا لو ريسيبتور، هذيك الريسيبتور بحالو من تحلوه من الداخل بحالو في ليناب، صافي في غير ليناب ما في الداخل والو، هذاك الشيء شنو تنقول لك هنا كتبت لكم هنا، ها هي كتبت هنا ان دي في ار نوت سوفتوير بات فير وير، كاين الفيرموير تنهضروا بحال البيوس، يعني ما كاينش سي با سا سوفتوير، فهموا بحال ما كاينش فيه سوفتوير، كاين بحال فيرموير بحال القضيه ديال البيوس. اوكي القضيه تخدينا نشوفوا الكاميرا تايبس، يعني الكاميرا شنو الانواع ديالها، كاين فيها دو تايبس، كاين الاوت دور كاميرا والاندور كاميرا. كيسوي في ديك اوت دور كاميرا والاندور كاميرا، يعني كاين شي كاميرا تنوضعوهم داخليا، يعني داخل المعمل داخل الدار ديالنا او داخل البلاصه اللي بغيت نانستالي فيها لو سيستم سي سي تي في، وكاين كاميرا تنتحطوا خارجيا. غتقول لي كيفاش غادي بردون كيفاش غادي ديفرنت هاو تو ديفرنت بيتوين الاوت دور كاميرا ان الاندور كاميرا، يعني غير من اللوتيب ديالهم الكاميرا ديال الكاميرا، نعطيكم غير وحده والاخرين غادي تستنبطوا من عندكم نتوما. الكاميرا الاوت دور تتكون في واحد البوكس، كيسكو فيديو بحال العلبه، تكون في واحد البوكس بحال هكا، تكون بوكس بحال هكا، وتيكونوا هادو اللي هنا خارجين بحال هكا، وهادو اللي هنا خارجين بحال هكا، سي كوم سا خارجين بحال هكا. علاش هما خارجين برا خارجين بحال هكا؟
علاش تيقول لك تنديرهم بحالك وتنصيبهم بحالك؟ علاش؟ انه باش يحميها من بزاف الحوايج، من اشعه الشمس، من الرطوبه، من الحراره، من المؤثرات الطبيعيه الخارجيه. يعني تنعرفوا ان في الجو كاين مؤثرات طبيعيه تيحميها من بزاف الحوايج هادشي، وهي اللي تنحطوها برا سميتو الاوت دور كاميرا. الان دور كاميرا او الان دور كاميرا يعني الان كامين، يعني في الداخل تيحطوا كاميرات عاديين، كاميرات عاديين. الا كان عندي شي ايماج هنا نوريكم فوالا، هذه راه كاين، هذه راه كاين فيها واحد ها هو فوالا، كاين هنا واحد سميتو واحد بحال واحد البوكس خارج هنا، هذه تتكون بحال هذه اوت دور كاميرا. هذه البوكس راه خارج، اوكي خارج، هذا خارج اوت دور كاميرا، هذا الاوت دور تنحطوه برا، هذه اوت دور كاميرا. كل كانت الان دور كاميرا ما يكونش هذا البوكس، هاد العلبه اللي حاطينها فيها ما غتكونش، غتكون عاديه. اوكي انا وريتكم هنا، وتيكون فيها تو كيبل، يعني هذوما اللي كابل كوكسيال بالصفر وبالاحمر، واحد اللي بالصفر تنحطوه في سميتو، تنحطوه في البور ديال دي في ار، تنحطوه هنا تنحطوه هنا وواحد تنحطوه في واحد يعني تيغير لنا التيار اللي سميتو، بحال واحد شارجور هو اللي تنحطو فيه ديال الضوء. علاش؟ على انه حيت الا كانت مثلا، نعطيكم بار اكزومبل، الا كانت غتجيني 220 ديال الضوء، هو تياخذ غير 12 فولت، الكاميرا تاخذ غير 12 فولت، تياخذ غير 12 فولت. الو هذاك الشيء اللي تنخشيو في الاحمر هنا تيكون، نوريكم كيفاش يكون، تيكون بحال هذا، تيكون بحال هكا، تيحطو فوالا، تتجي في ديال الكاميرا تحطو هنا، وهو اللي تيتحط في الضو هنا، تدير في البريز هنا، تيدير في البريز هنا. اوكي الا كانت بار اكزومبل الا كانت 220 فولت هنا خارجه ليا، هو غيجي هنا تيتخيط ياخذ لو بوزوان ديالو 12 فولت باش تدوز الكاميرا. اوكي كاينين دو كابل هنا، كاينين جوج ديال لي كابل هنا، واحد ديال تنلصقو في الدي في ار، واحد تنلصقو في الباور. اوكي كاين الاوت دور كاميرا والان دور كاميرا. واحد الحاجه اللي تيغلطوا فيها بزاف، انا ماشي تنقول لكم هذا هو يعني سبيشال، يعني سبيسياليتي ديالي، ولكن شتو انه ساهل يتفهم وساهل يتشرح وساهل تاخذي وساهل تاخذ فيه، يعني دير فيه واحد لو سيرفيس وتاخذ فيه باذن الله تكونسومي، تاخذ واحد الصوم ديال لارجون فيه، لانه فيه فلوس بزاف، على انه لانستالاسيون ديالو ساهل، وبزاف اي واحد ديال سوسيتي كاملين خاصهم انهم خاصهم يحضروا هذاك الشيء ديالهم. تيقول لك نوت بوت الاندور ان اوت دور، ما يمكنش لك، واش ما يمكنش تحط في الاوت دور تحطها في الاندور، يعني كاميرا خارجيه تحطها في الكاميرا الداخليه. غتقول لي واش يخدموا ما يخدموش؟ اي غادي يخدموا وغادي يخدموا مزيان، ولكن ما يمكنش نشد واحد الكاميرا اندور نحطها في الاوت دور. غتقول لي علاش؟ غنقول لك لانه كاين مؤثرات طبيعيه تاثروا عليها، وغنحطها غدوز واحد 15 يوم وغتخسر لي الكاميرا، انا خسرت. اوكي الكيبل بيتوين كاميرا ان دي في ار اتس كوكسيال كيبل، يعني الكابل اللي ما بين دي في ار، الكابل اللي غادي نخشيه هنا، اللي غادي نخشيه هنا وغادي نخشيه في الكاميرا، تنسميه كوكسيال كابل. اوكي دابا غادي نمشيو، غادي نركز على ان هاد الحلقات ما يكونوش طوال بزاف، لانه ماشي شي حاجه، لانه بزاف ما غنبقاش نحاول نفوت نص ساعه فيهم باذن الله، باش يكون المفيد المختصر ويكونوا فيه مجموعه في ديزانفورماسيون مزيان. وهذا الشيء كامل ان شاء الله غادي الوقت الى تحت لي فرصه الوقت اللي نشوف ان شاء الله في الخدمه، عندنا الا كنت غادي ان شاء الله انستاليو شي سيستم لشي ناس، غادي نصور هذا الشيء وغادي نشرحه لكم، يعني من في الخدمه النيت، يعني غنجيب لكم من لا مارش، يعني
من ما كان الخدمة. اوكي غادي يعني نصور لكم شي من الخدمة وغادي نجيوكم ان شاء الله، ما تخافوش. اوكي دابا كيفاش الكاميرا تلتقط ليا لي زيماج؟ هذاك الشيء جابو سبحان الله من العين، يعني شدو الشيء الكاميرا دارت هذاك الشيء، الطريقه الخدمه ديالها من العين سبحان الله. الى رجعتوا معايا لنظريه الاقدام اللي شويه تقراها الفيزيك، انا بحكم انني كنت نقري التعليم، تنقري الفيزيك والسيونس والمات، تنقري الفيزيك كانت عندي يعني الدروس ديال البصري وشي، كنت يعني هادشي جاني ساهل، هادشي ديال الكاميرا جاني ساهل. علاش؟ لانني كان عندي واحد لاباز ديال الخدمه ديال الكاميرات، يعني كيفاش تخدم هذه كان عندي. غير قالوا لي على انه راه خدامه بالطريقه ديال العين والبصر، قلت لهم صافي الا كان صافي الكونسيبت ديال بحال وانا نشدهم. الحمد لله. كانوا يعتقد في القديم على ان يعني العين هي اللي تشوف الاشياء، يعني هي اللي تسر، ماشي تشوف الاشياء، راه العين تشوف الاشياء، هي اللي ترسل الاشياء الضوئيه للشيء، يعني تسمو الشيء. يعني مثلا الا بغيت نشرح لكم ونوضح لكم، كاين عندي واحد الشخص هنا، وهنا كاين واحد العين. كان يعتقد قديما على ان العين هي اللي ترسل الاشياء الضوئيه للضوء لهذا الشخص، لكن بالعكس تبين العكس، على ان الشيء هو الذي يرسل الضوء الى العين. هذه هي النظريه الصحيحه، على ان الشيء يعني كيسمو داك الشيء كيكون سؤال الحاجه اللي غتمر قدام العين هو اللي تسميه. الوغ الى شنا على ان العين مكونه من شنو؟ مناش مكونه من قزحيه. هذه قزحيه، انا نقول لكم قزحيه، ها هي الشيء، هي ايميج سنسر، هي ايميج سنسر، هي تحسني سميتو. وكاينه ما يسمى بالشبكيه، هذه الشبكيه نقول لكم شنو هي مترجمه في الكاميرا. اوكي مثلا عندي هذا لو بيرسون هذا هنا، عندي هذا بيرسون كاين هنا، غادي الا كان غادي يتمشى، الا كان يتمشى تيرسل واحد الضوء لهذا سنسر ايميج، حساس الضوء، هاد حساس الضوء تيلتقط الضوء، الوقت اللي تيلتقط الضوء هو لايت، ذيس از ات از لايت، هو لايت. اوكي هذا لايت، اي من تيترسلوا الكاميرا الداخل فيها دي كومبوننت، فيها دي كوم يعني يعني بالعربيه المكونات، يعني المكون، كاين واحد المكونات الداخل هنا، ترانزستورات، دايد، في واحد دايد ترانزستورات للشغل ديالو، واحد ترانزستورات تيحولوا تحويلات وصافي، ترانزستور ودايد تيحولوا لينا هاد المكونات هذو اللي كاين هنا، انا هما الترانزستورات شنو تيديروا لينا؟ تي كونفيرتيو لايت ات فولتيج، هاد الترانزستورات هما اللي تيحولوا لينا اللايت، يعني اللايت تيجيني اللايت هنا، اللايت تيجيني لهنا، سنسر ايميج، سنسر ايميج تي يباسي لهاد الترانزستورات، هاد الترانزستورات تيحولوا الفولتيج، هاد الفولتيج تيجي لهنا، من تيجي لهنا على انه كاين عندنا في الباور، وكاين عندنا هاد الترانزستور، هاد الفولتيج تيمشي مع الداتا، تيتحول مع الداتا، الفولتيج تيمشي 0 1 0 1 0 1 0 1، يعني البينير تيجينا للدي في ار. تقول لي وانت قلتي لنا قبيله الدي في راه على انه ما تيكون فيه حتى شي حاجه لداخل، ما كاينش فيه سوفتوير. اوكي تخيل حتى انا معاكم حاضر معايا مزيان، دي في ار لداخل تحطوا فيه شنو قلت لكم على انه سميتو ديجيتال، يعني شي حاجه ديجيتال، هذا ديسك دور، ديسك دور تنحطوه لداخل، لو ديسك دور تنانستاليو، كيفاش تنانستاليو؟ فوالا هذا هو لو دي في ار من الداخل، او كيف ما شفتوا اللي حل فيكم شي ريسيبتور بحال هكا تيكون، تيكون فيه هذاك اللي ناب، هما اللي ناب اللي كاين هنا سميتو الديسك دور، تنانستاليو هنا تتحط هنا الديسك دور، تتحط هنا، تحطو هنا، كيفاش في الاخر ديال الصور ديالو الا كملت تتانستالا تتحط هنا. انا هاد السيد غير واحد السيد كان تيشرح في اليوتيوب، وانا ما كانش عندي لو كومبوزو، يعني الكومبوننت ديال انا باش نشرح بهم، والتقط لي زيماج ديالهم، هادشي راه ماشي ديالي انا، باش
ما يجيش واحد يقول لي هاتش شوف واحد الفيديو اخر عن السياد وهذه وهذه وهذه، ذاك المواضيع نخرجوهم باش انا غادي نشرح هادشي ان شاء الله، نصوره بالكاميرا ونشرحه ونوري لكم كلشي لا ستراسي ديالو شي حاجه فري. اوكي الديسك دور تدار هنا الوقت، لانه الديسك دور هنا الوغ ولا عندي واحد شي حاجه مخزن، يعني انا نخزن فيه. كيفاش تخزن فيه؟ تيجي الداتا 001 تتحول ليا لهنا 001، الى تحولت ليا انا في البينير تحولت ليا في الديسك دور الوغ، الى بغيت سميتو تولي ايماج، يعني كاين عندي واحد الداتا. هذيك الداتا هنا كاين عندي ما يسمى بالفيجيا. ها هي راه واحد شويه النور الفيجيا، ها هي الفيجيا ديال هنا. الفيجيا مع من كاينه؟ كاينه ملاصقه مع واحد، لاصقه مع واحد الشاشه، هذيك الشاشه تتعرض فيها الصوره. سي تري 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 فاسيل، ما كايناش شي حاجه اللي صعيبه بزاف، راه قلت لكم ساهل، ولكن خاص تكون بون لاستراسيون، خاص تكون واحد لاستراسيون مزيانه، يكون داكشي مزيان. ما تكونش لاستراسيون مزيانه ما يكونش داكشي مزيان، وهادشي كامل تيعتمد على الكابلاج، يعني اذا كان الكابلاج داكشي لازم مزيان ومقاد مزيان والبوزيسيون ديال الكاميرا، خاصك تعرف كيفاش فين تحط الكاميرا، ماشي انها تحطها انت مثلا هي في الباب خاصك تحطها فوق في الباب تحطها في بلاصه اخرى، لي بوزيسيون تيلعبوا دور مزيان. نكملوا، قلت لكم على ان الترانزستورات تيشدوا لنا اللايت تيحولوا لينا الفولتيج، تنسميو لو فولتيج، يعني لو كارنت، يعني التيار الخفيف. علاش واخا تيقول لك هذيك واخا تقيسو بيدك ما يديرش لك والو، يعني الضو باردون، يعني ما كاينش عنده واحد واحد ما افكتيش، يعني ما يديرش واحد لوفي ما ياثرش عليك. اوكي ما ياثرش عليك بزاف. اوكي هذاك الكاميرات اللي بغينا نشوفو شنو هما لي كاركتيريستيك، يعني انا غتقول لي انت فوالا انت عارف هادشي مزيان، ولكن انا الا بغيت نمشي نشري واحد الكاميرا علاش غادي ناخذها، يعني علاش غادي نعتمد باش غادي ناخذ هذيك الكاميرا. اوكي علاش غادي نعتمد؟ تنعتمد بزاف، تعتمد على ما يسمى بلينس، يعني العدسه، العدسه اللي تكون هنا، تكون واحد العدسه هنا تسمو لينس، العدسه، النوع ديال العدسه. اوكي النوع ديال العدسه، وغنجيب لكم انواع ديال العدسه ان شاء الله في الدرس الثاني، في الدرس الجاي غنشوف انواع ديال العدسات، وكاين اختلاف بزاف فيهم بزاف، يعني كل عدسه وكاين النوع ديالها. كاين عندنا سايز اوف تشيبس، حجم ديال واحد الشريحه. كيفاش تشيبس هنا؟ كيف ما قلت لكم على ان كاين واحد الكومبوننت هنا، كاين في هذا تسميه واحد تسميوه لوح ضوئي، داك التشيبس، يعني شحال يقدر يتحطوا عليه الموجات الضوئيه، واحد الشريحه، واحد الحجم ديال الشريحه. كل ما كبرت الشريحه كل ما وفرت لي على انه تيتسقطوا عليها موجات، سي باس موجات، يعني اشعه ضوئيه، وكل ما كانوا الاشعه الضوئيه تيسقطوا عليها بزاف كل ما كانت عندي يعني جود ايميج، يعني يكون عندي واحد الكاليتي ديال الكاليتي ديال الايماج مزيانه. اوكي هذا هو التشيبس، يعني السايز ديالو كل ما كان كبير كل ما يكون مزيان. اوكي يعني هو واحد الكونديسيون، هذا تبقاو عاقلين عليه. اف تشيبس يعني كبيره، الو باردون، الو شنو غيعطينا؟ غيعطيني جود ايميج. الزوم تيلعب دور في الايماج، في الكاميرا الزوم، يعني الكاميرا اللي تزومي 100% ماشي الكاميرا تزومي 200%، مش كنت تزومي 300%، يعني 300% راه مزيانه عندي من 100%. اوكي كل ما تزادوا لي زوبسيون بون لي بون زوبسيون تيتزادوا في الثمن ديالهم، وعلى حساب الكاليتي وعلى حساب الشركه المارك ديال سميتو. كاين تسمعوا بزاف هذه البي تي زد، سيتادير الباند تشيلد زون. الباند تشيلد زون كيسكو بغا يدير؟ الباند تشيلد زون، الباند تشيلد زون غادي نشرحها هنا. الباند تشيلد زون بعض المرات تبقى عندك واحد الكاميرا هنا، وهاد الكاميرا تلقاها تلقى الحركه ديالها يا اما تتمشي عموديه، يعني اذا كان عندي مثلا واحد عندي واحد لانتيغفال هنا كامل، الكاميرا واش تتمشي الكاميرا كامله هكذا عموديه، او لا تتمشي افقيه هكذا، تمشي من هنا
تمشي معانا بحال هكا افقيه وتمشي عموديه افقيه تشيلت سيتادير حركه افقيه بان سيتادير حركه عموديه زوم يا بان تيل زوم سيتادير الا كانت فيها حركه افقيه وعموديه وتتزومي ليا سيتادير غادي راه كاميرا من نوع ممتاز. بعد مره تلقى فيها تيل زوم تلقى غير افقيه او تلقى فيها بان زوم فهمت على انها تتقف او تلقى فيها دو زوبسيون تلقى فيها بان تيل زوم يعني تلقى فيها فيها الحركه الافقيه والحركه العموديه وتزومي لك. اخر كاركتير اللي غادي نشوفو فيه فوكال لينش. الفوكال لينش هنا غادي نهضر شويه سميتو هذا كنت نقريه انا كنت نقريه هاد العام دوزت ما نقري في هذا الشيء. كان ما يسمى عندنا العدسات لينس كاين عدسه هكذا كاين عدسه هكذا كاين العدسه هاد العدسه نسميوه عدسه باردون سمحوا لي انا شنو التعريف ديال العدسه؟ التعريف ديال العدسه يقول لك العدسه هو وسط شفاف يسمح بمرور الضوء يسمح لنا بمرور الضوء والصوره بواضح بحالاش بحال المضادر مثلا المضادر يعني المضادر مثلا ديال الانفورماتيك بحال المضادر ديولي هاد المضادر اي مضادر يعني اي حاجه بيضاء المضادر اي حاجه مثلا المضادر مثلا بزاف الحوايج اللي تيكونوا فيهم ان تسمح بمرور الضوء والاشعه اشعه الضوء والصوره بوضوح تسميو هذيك عدسه. غير العدسه كاين ما يسمى بالعدسه المفرقه والعدسه المجمعه. العدسه المجمعه تتجمع ليا الاشعه الضوئيه في نقطه وحيده كيسكو فودي نمشيو العدسه المفرقه الا كان عندي واحد اشعه ضوئيه هنا تطلع هنا اي اشعه ضوئيه هنا تتفرق الاشعه الضوئيه بحال هكا وهذا تمشي هكذا ولا كان عندي واحد الاشعه وارده هكا تتفرق عليا هنا يعني تنسميوها عدسه مفرقه. وكاين العدسه المجمعه العدسه المفرقه باش نفرق ما بين العدسه المجمعه والعدسه المفرقه. العدسه المجمعه العدسه المفرقه تيكون السمك ديال القمه ديالها عريض بزاف ها هو عريض ولكن الوسط ديالها تيكون رقيق بزاف. باغ كونتخ العدسه المجمعه تيكون السمك ديال الفوق ديالها يعني مجمعه في نقطه واحده منها من الفوق ولكن العرض ديالها السمك ديالها عريض بزاف. الو الا كان عندي واحد الاشعه هنا يعني تتنحرف هكا هذا تيمشي نيشان هنا ولا كان عندي واحد الاشعه هنا تجي هنا وتمشي هنا تنتقل في واحد النقطه هنا هذه النقطه تنسميوها فوكال لينش. فوكال لينش تصديق البعد البؤري البعد البؤري تيقول لك كل ما كان عندي سي واحد الكونديسيون تيقول لك سي الفوكال يعني كبير غروند الوغ لو روغروبمون ديال لي لين تيكون بلي لوان يعني كل ما كان عندي الفوكال لين كبير يعني كل ما كان هاد المساحه انا غندير كل ما كان هاد المساحه كبيره غادي يكون تجمع ديال النقاط ديال الضوء النقطه يعني الفوكال لين كبيره بحالاش انا نصرفكم بحالاش مثلا خدينا هاد القضيه ناخذ القضيه هكا مثلا هذه هنا مثلا هذه هنا فوالا فوالا ها هي عندي 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 الرسم ديالي اوكي ناخذوا هذا ناخذوا هذه ديالي اللي كنت رسمته هنا فوالا هذا شوف هذا اللي هنا هي عدسه هذه عدسه مجمعه شوف هنا كل ما كبر هذا كل ما كبرت كل ما كبر الفوكال هاد الاف هادي الفوكال لينت تيكبر ليا لو غوغروبمون ديال لي لين يعني في التجمع فوالا ها هو كبير هنا يعني لو غوغروبمون ديال لين بعيد من بعيد من هاد العدسه يعني هادي هاد لا ديستونس كل ما كان تجمع ديال لي لين بعاد كل ما كانت عندي لا كاليتي ديال ليماج مزيانه هادي هي مزيانه يعني كل ما كان البعد البؤري كبير كل ما كانت الصوره جيده علاش لان واي بيكوز لان الاشعه تنكسر في نقطه بعيده تنكسر لي الاشعه في نقطه بعيده وكل ما انكسرت لي الاشعه في نقطه بعيده
تيكون عندي لوغو، تكون عندي واحد الكاريتي مزيانه حتى لحد لهنا. يعني كنت يعني شرحنا لي كل شيء، بقات لي غادي نعطي واحد الشيما جينيرال كيفاش يكون سي سي تي في. اوكي اختو هذا منا، هذا دي في ار، غادي نكتب فيه هنا دي في ار. بيان سور دي في ار فيه ديسك دور هارد ديسك اش دي، فيه دي بور، فيه لي بور هادو اللي بالزرق نديرهم دي بور بوغ لي كاميرا، ناخذو غير ناخذو ديال 4 مثلا. هذا اللي بالاحمر غنديرو بور بوغ الباور، هذا اللي ب سي با سا جو سي با اللون جو بونس شيبي على ما اظن، نديرو الفيجيا و شنو شي معروف. هذا الليموني غادي نديرو هو سويتش اون سويتش اوف، عندنا اس باش نعقعق عليه، سويتش اون سويتش اوف. اوكي لي كاميرا تيكونوا، لي كاميرا تيكونوا هنا، يعني مثلا كاميرا كاينه هنا، هاد الكاميرا الوقت اللي تجي حتى لهنا تيكونوا فيهم يعني دو بور، بور كاين تما وبور كاين عندنا الباور، وهذيك الباور يعني كاين في واحد الفلتر شي فلتري ليا هنا، وهذا خلاص كاين في الرالونج، ولا كاين في الرالونج ولا كاين في سميتو كاين في البريز. اوكي هنا تناخذو غير 12 فولت باش تكون الصوره واضحه كامله. اوكي غناخذ غير اكزومبل ديال الكاميرا وحده، والكاميرا الاخرى تكون بحال كاملين. اوكي شنو نسيت، فوالا هذه تتكون كوم فيجيا، وتكون عندي هنا واحد الشاشه هنا ديال ليماج، تتكون عندي هذه هي ليماج، وهذا الدي في ار تيكون عندنا هنا. ويمكن لينا الدي في ار اكسي لي ا ديستانس، يمكن لي اكسي لي من اللوكال ديالي. بعض الاخوان تيقول لك انا كاين في امريكان وبغيت نخلي الشركه ديالهم اكسي انا من ا ديستانس، سي بوسيبل سي با زان بروبليم. يمكن لك انك تاكسي بالاي بي يعني البوبليك، او لا دير شي حاجه واحد واحد القضيه دان دانيس، ماشي مشكل. حتى لهنا تنكون انا انني كملت الحاجه الاولى في 30 دقيقه. اسالكم الدعاء، ما اريد جزاء منكم، فجزائي اساله من الله سبحانه وتعالى. الحاجه اللي تقدروا انكم ديروا لي انكم تدعوا معايا بالتوفيق، واسال الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق، وإلا كان التوفيق من الله سبحانه وتعالى تيكون كل شيء. وان شاء الله انا مصر على انني نبدا هذه الحمله، انني ما نحبش فيها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذه الدروس دوام العمر، وان لا يحرمني منها، وان يوفقني في ذلك، فانه الولي والقادر على ذلك. واقول قولي هذا واستغفر الله رب العرش العظيم، وان كان فما كان من خطا او نسيان فمن الشيطان ومن نفسي، وما كان من توفيق فمن الله وحده، والسلام عليكم ورحمه الله.